رقم اثنين بالنسبة لتركيا، تركيا تحتل إدلب، تحاول تتريك المدينة، تدرس مناهج تركية، تعيد تسمية المدن والبلدات والأحياء في إدلب بأسماء تركية، وتدرس اللغة التركية، تلغي اللغة العربية من المنطقة، تعيد أيضا تنظيم ما إعطاء جنسية لأعداد كبيرة من السوريين هناك بإغراءات مادية وبإعطائهم معونات ومساعدات وغيره، وتحت ضغط القوة والإرهاب تعطيهم جنسيات الاحتلال إدلب. تركيا احتلت عفرين، هجرت كل أهالي عفرين من مدنهم، من مزارعهم، من معاملهم، أعطتها لبقايا الإخوان المسلمين التابعين لها. الإخوان المسلمين أينما وجدوا في العالم هم قوة تركية. الإخوان المسلمين أينما وجدوا في العالم لا يؤمنون بمفهوم الوطن، يرفعون العلم التركي اليوم ويحتلون البلاد السورية ويحيون أردوغان بما لا تحييه حتى قوى الشرطة أو الجيش التركي. هذا من هيك معلومات أولية. ثانيا، عندما بدأت تحشيدات تركيا باتجاه الشرق السوري، شرق الفرات، وخصوصا من بجوات الأبيض، كلما كانت توجد تحشيدات تركية تتراجع القوات الأمريكية، إلى أن أعلنت خروجها نهائيا، وكان الحديث اليوم